السلام عليكم ومرحبا بكم معي اخواتي في قناه زينب المغير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مقبله دافئه رائعه جدا مختلفه. الاساس ديالها هي الخضر. فتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتبارطاجوه في المواقع الاجتماعيه اللي تعم فائده. غادي نبداو بواحد الطويجين اللي تيجي جديد بزاف، وصراحه يعني هذه هي وقته دابا كنبغوا بحال هاد الحويجات، خصوصا في الفصل هكا في الفصل اللي كيكون بارد غادي نحتاجو على بركه الله. عندي حبه ديال الشيفلور او القرنه، زهره القرنبيط اللي كناخذوها كنقيوه وكنديروه تيتبخر مده واحد 20 دقيقه. انا كندير ليه شويه كندير ليه طروفه ديال الحامض، واحد جوج طروفه ديال الحامض مع ورقات ديال الرمد او ورق الغار. وغادي نحتاجو هنايا واحد 4 دريسه تاع الثومه، هادو تنديروهم مع شويه تاع الملح، تنديروهم فوق النار تيتبخر. انا ما كنسلقوش لانه كيطلق الماء بزاف، يستحسن انكم تبخروه واحد 20 دقيقه تقريبا. غادي نحتاجو بالنسبه للصلصه 4 حبات ديال مطيشه كبار مقطعين رقيق، غادي نحتاجو قزبر ومعدنوس، عندي جوج مزيودات تاع الحار. غادي نحتاجو العصير ديال الحامض في التالي. نحتاجو بالنسبه للتوابل معلقه ديال معجون الطماطم، معلقه متوسطه، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء حلوه مطحونه او تحميره، معلقه صغيره ديال الزنجبيل، ومعلقه متوسطه ديال الكمون. بالنسبه للزيتون هنا ممكن ديروا اي زيتون عندكم، انا غادي ندير الزيتون اللي عندي يعني مصايب اللي حطيت معكم في البيت، نص حامضه مصيره، زيت الزيتون والملحه. بالنسبه للملح بغاو يضيفوا واحد البصله مع الصلصه ممكن يضيفوها، انا غادي نكتفي فقط بالثومه. هادو هما المكونات اللي عندنا بالنسبه لهذا الطاجين. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. هنا غادي ناخذ الطاجين اللي غادي نصبوا فيه. غادي نديروا زيت البلديه، بسم الله شويه ديال زيت البلديه، وغادي نديروا مطيشه، غادي نضيف لهذيك الثومه اللي فورت مع الشيفلور. هنا ضفنا ديك الثومه اللي فورنا مع الشوفلور، غادي نضيف دابا دوك الورقات تاع الرمد حتى هما، ثم غادي نضيف التوابل بسم الله مع ديك المعلقه ديال معجون الطماطم، شويه ديال القزبر ومعدنوس. غادي نضيف شويه دابا وشويه حتى نقرب نطفي. الملحه المزيودات تاع الحار انا غادي نديرهم يطيبوا حتى هما مع الرصاص. صافي غادي نحركهم مزيان، نخليو حتى كطيب لينا هاد المطيشه. كيف سبق ذكرت ممكن تضيفوا، ممكن تشحروا واحد الراس ديال البصله هو الاول عاد كتضيفوا معاه مطيشه. انا غادي نكتفي فقط بالثومه. هنا من بعد ما خلطنا جميع المكونات غادي نسد عليها، نسد على هاد المطيشه حتى وكان طيب. ممكن نضيف واحد شويه ديال الماء، واحد ربع كاس تقريبا ديال الماء انا غادي نضيفه. نضيف شويه ديال الماء غير فاش تطلق لينا ديك العطريه اللي درنا. صافي غادي نسد عليه، نخلي حتى وكان طيب مطيشه ونضيف ليها الشيفلور. هنا كما كتلاحظوا معايا مطيشه راها طابت، قد ما طابت مطيشه قد ما تعطيكم ما تجيش في هذيك الحموضه، لان الاغلبيه ديال البنات حتى اللي كيصايبوا لي صوص ديال لي بات اولا هذا ملي تيديروا هاد المطيشه ما تيزربوا عليها ما تيخليوهاش طيب. ومطيشه قد ما طابت كتطلق الحلاوه ديالها وكتحيد منها الحموضه. دابا غادي نضيف هذوك الحبات تاع الشيفلور. بسم الله خليهم حتى يطيبوا واحد شويه في لاصوص باش يجينا مبنن، يعني ما يجيناش باسل. البنات واحد الحاجه نسيت في العطريه، يلاه دابا تفكرتها، هي البزار. ديروا شويه ديال البزار، انا غادي نديرو دابا من الفوق. هنا من بعد ما ضفنا دوك الحبيبات تاع الشيفلور غادي نوزعوا الحامض مصير، ثم الزيتون. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الفلفل الاسود اولا ديال البزار من الفوق، غادي نسد عليه نخليه يطيب على خاطرو حتى كيتشرب مزيان هذاك التوابل والعطريه، هذاك الشيفلور كيتشرب داك لاصوص تاع المطيجه. غادي نطفي، قبل ما نطفي كنضيف المعدنوس
وكندير واحد الخويط تاع الزيت البلديه، وغادي نعصر واحد شويه ديال الحامض من الفوق. ضروري هذه المرحله هذه، حتى كتبغي تضيفوا كتعصروا الحامض. هنا بالنسبه للبنات اللي بغاو يضيفوا البيض فكيضيفوا ليه البيض، لكن انا كنفضلوا بحال هكا تيجي رائع جدا. وحتى بالبيض هو تيجي، غير البيض ملي ديروه ديروا فوق شويه ديال الكمون وقدموه بالصحه والراحه، راه تيجي لذيذ بزاف. وصراحه ما كاين ما احسن من يعني الطبخ المغربي لا يعلى عليه، شي حاجه زوينه وتقليديه وبسيطه. بالنسبه للطاجين ملي كنزولوه من فوق النار، قبل ما كنزولوه كنعصروا عليه الحامض، كنديروا عليه شويه تاع المعدنوس وتنقدموه بالصحه والراحه. ممكن ترافقوه بعصير او بواحد البره تاع اتاي، يعني ما كاين ما احسن منه في هذا البرد، سواء العشاء او حتى بالنسبه للغدا ممكن تضيفوا عليه بيض، لكن بالنسبه للعشاء انا كنفضل يبقى هكا بدون بيض. كنتمنى ان شاء الله انكم جربوه. بالنسبه لهاد المقبله غادي نحتاجوا ليها على بركه الله حبه كبيره ديال البطاطا مقطعه مكعبات، ممكن ديروا جوج حبات ديال البطاطا. دائما تنقولوا باللي الكميه كتبقى على حساب عدد افراد كل اسره. غادي نحتاجوا زلافه ديال الجبانه، انا كانت عندي في المجمد. نحتاجوا جوج الزيتون، شويه الهريسه، عندنا شويه ديال القزبر، عفوا هذا القزبر طري يعني ربيع، قزبر ومعدنوس مخلطين، شويه الملحه، شويه سكينجبير، ثم نحتاج شويه خرقوم بلدي، فلفله حمراء حلوه مطحونه او تحميره، معلقه مخلطه ما بين القزبر اليابس والكمون، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، عندنا جوج ورقات ديال الرند او ورق الغار او ورق سيدنا موسى، وعندنا هنايا شويه ديال الثومه وعصير حامض نحتاجوه في الاخير. هادو هما المكونات. ندوز على بركه الله طريقه التحضير. هاد المقبله كتوجد بسرعه، غادي نديرو يعني في الدقائق الاخيره. غادي نديرو بطاطا، غادي نديرو معاها جلبانه، انا غادي ندير طنجره الضغط اولا كوكوت، غادي نديرو شويه القزبر ومعدنوس، عندنا القليل من الهريسه، غادي نجيو التوابل، ناخذ دوك جوج ورقات ديال الرمد مع شويه الخرقوم بلدي، عندنا التحميره كذلك، ثم نديرو الثومه، شويه السنجبير، الملحة، الزيت البلدية، ثم غادي ندير قياس واحد الزلافة ديال الماء. القياس فاش غادي يطيب ليا، أنا غادي نزيد شوية، القياس فاش غادي يطيب ليا هاد الخضيرة غادي نخلطو. بالنسبة لطريقة الطياب، غادي نسد عليها الكوكوت وغادي نخليها ديك الدقائق الأولى، ديك خمسة دقائق الأولى كتكون النار مجهدة، غير كتبدا تصفر لنا الكوكوت كنقصو، نحسبو لها واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه صافي تلقاوها واجده، لانها دغيا كطيب كنسدو عليها الكوكوت. هنا قبل ما كنطفيو عليها كنعصرو عليها واحد شويه ديال الحامض وكنقدموها بالصحه والراحه، راه كتجي لذيذه بزاف. ممكن تقدموها كطبق جانبي، يعني ممكن تقدموا مع حوت او دجاج او اللي بغيتو، فكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. بالنسبه لهاد المقبله غنحتاجو ليها على بركه الله، عندنا فيها فل، اما كتقليوها اولا كتشويوها على حساب الاختيار ديالكم. كنقيوها كنقطعوها بشكل طولي. غادي نحتاجو واحد 3 حبات ديال الطماطم. بالنسبه للطماطم فانا خديتها غليتها درتها في ماء مغلي لمده 10 دقائق، من بعد كنزولو ليها هذيك القشره وكنعكوها مزيان غير بالموس، كنعكوها مزيان. غادي نحتاجو شويه ديال القزبر ومعدنوس، عصير حامضه ولا غير نص ديال العصير ديال الحامضه، ماشي تحتاجو الحامضه كامله غير نص ديالها. عندنا شويه الزعتر، عندي توابل مخلطه اللي فيها كمون، قزبر يابس مطحون، شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه، عندي شويه ديال الثومه، الملحه وزيت الزيتون. هادو هما المكونات. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. هنا في المقله درنا زيت الزيتون، ثم درنا ديك مطيشه، غادي نضيف الثومه، نديرو التوابل. هنا بما ان ديك مطيشه راها طيبه لاننا سلقناها مده 10 دقائق، غادي نضيف ليها داك القزبر ومعدنوس، ثم غادي نضيف الفلافل اللي اما كتشويوها كيف ما قلنا اولا كتقليوها، وعندنا شويه الملحه. هنا غادي نخلط صافي، كتصينو واحد 15 دقيقه تقريبا حتى كتشرمل هاد الفلفله وكطيب لينا مع ديك الطماطم.
وقبل ما كطفيو عليها دائما قبل ما نطفيو سواء في المقبله ديال البطاطا اولا هذه المقبله كنضيفوا عصير ديال الحامض. علاش كنديروا عصير ديال الحامض؟ لانه هو احسن من الخل، ويعني الا كنا غنحتفظوا به مده طويله كنديروا عصير ديال الحامض. كنتو غتاكلوهم ديك الساعات ممكن ديروا الخل. بالنسبه للمقبله ديال الفلفله قبل ما كنطفيو عليها كنضيفوا لها شويه ديال الزعتر وشويه ديال عصير ديال الحامض، وكنقدموها انايا درت لها واحد الخويا تاع زيت البلديه وكنقدموها بالصحه والراحه، راه كتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للطبق الاخير فغادي ناخذوا انا كيف ما غتشوفوا معايا هنا عندي الكالامار. بزاف ديال البنات اللي كيسولوني يعني كيكون عندهم هكا الكالامار اولا كتكون عندهم القمرون ما تعرفوش يطيبوه ولا كيبغوا طريقه مختلفه انهم يطيبوه بها. هنا عندنا قلنا الكالامار، غادي نضيف عليه شويه ديال الثومه. هذا كيبقى يعني من الاطباق اللي ممكن تقدموه كطبق اما مرافق ولا كطبق رئيسي. قلنا الكروفيت عفوا الكالامار، غنضيف عليه الثومه، ثم الربيع اللي هي قزبر ومعدنوس مخلطين، الملحه، عندنا زيت الزيتون، عندي معلقه من التوابل ديال السمك سبق لي وحضرتهم معاكم، معلقه صغيره من الخرقوم بلدي، عندي معلقه صغيره من عجون الطماطم، ثم شويه الهريسه. هنا غادي نحرك بسم الله. بالنسبه للكالامار ما خاصوش يطيب بزاف لان الكالامار ملي كيطيب كيقصح، لهذا انا تقريبا راه غير واحد 15 دقيقه اللي كنطيبو، وبهذه الطريقه تيجي لذيذ بزاف. غادي تشوفوا المكونات اللي غادي نضيفو. غادي ناخذ الزيتون مسلاله اولا المفرشخ. هنا من بعد ما طفنا الزيتون كنضيفو عصير ديال الحامض، غادي نضيف دابا شويه ومنين بغي نطفي عاوتاني غادي نضيف، يعني كنحتفظوا بواحد كناخذوا عصير حامضه كنضيفو شويه مع الخليط حتى كنبغيو طفيو، وكنزيدو ثاني داك النص ديال الحامض اللي احتفظنا به. كنسين واحد 15 دقيقه بما طاب ليا هذا الكالامار. هنا من بعد ما كيطيب ليا الكالامار نص طياب كنضيفو الكروفيت. انا بالنسبه لهذا الكالامار والكروفيت انا ممكن ديروا غير حاجه وحده، اما كديروا الكروفيت اولا كديروا الكالامار، انا كيعجبني يعني نخدم بهم بجوج. ممكن نضيفو حتى لي شامبينيون اولا الفطر سواء كان معلب اولا كان طري، كتعرفوا ان الكروفيت كيطيب غير في الصهد. صافي غنسين عليهم غير واحد شويه بما حسيت بهذاك الكروفيت طاب، صافي كنطفيو عليهم. ودائما قبل ما كنطفيو كنضيفو عصير الحامض. هنا كما كتلاحظوا معايا الطواجين ديالنا ديال الكالامار والكروفيت كيجي رائع جدا. تبعتوا معايا الطريقه كيفاش حضرناه، قبل ما كنطفيو عليه دائما كنعصروا شويه ديال الحامض وكنقدموه بالصحه والراحه. ما تكثروش الطياب، يعني دائما البنات اللي كيتشكاو من ان الكالامار كيقصح ليهم فكنقول لكم ما تكثروش الطياب، يعني ماكسيموم واحد 15 20 دقيقه وطفيو عليه. ممكن ترقدوه في الحليب ليله كامله هكا ولا واحد ساعه المكنه كيرطب، لكن تبعوني تيقوني الا تبعتوا هذه الطريقه هذه وما كثرتوش ليه الطياب وكيطيب العافيه اللي كتكون مهيله فما تيقصحش نهائيا. الطواجين هذا تيجي رائع جدا، تيجي لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله ان الاقتراحات اللي حضرنا اليوم يكونوا عجبوكم، والمقبلات اللي حضرنا الا عندكم شي وصفات بغيتو نحضروهم ما تردوش انكم تخليوهم في التعليقات في الفيديو. لحلقه قبل بحول الله.